طيب characteristic that distinguish true receptors from other binding sites present in blood and other biological tissue دكتور ما في صورة. بعرف انه ما في صورة لانه الجواب موجود فما بدي اياكم تشوفوا فركزوا باللي بحكي. A characteristics that distinguishes true receptors from other binding sites present in the blood and other biological tissue is the characteristic of signal transduction كان عندكم binding affinity و reversible binding. أي واحدة فيهم اللي بتميز لي true receptor من drug binding site. اللي بده يجاوب please raise your hand. يلا يا رامي. Transduction. Signal transduction. أكيد لأنه حكينا the other binding sites. إذا الريسبتر is not a true receptor ما راح يصير فيه activation للسيجنالينج باد واي اللي هي signal transduction ما في غير هذا الجواب. طيب هلا راح أوريكم الكيرفز. أحاول أغطي على الجواب. Share screen. Type which curve best reflects the effect produced by partial agonist? أي واحد من هدول الكيرفز بورجيني البارشيال agonist. اللي بده يجاوب please raise your hand. أي واحد من هالكيرفز reflects the partial agonist effect. يلا يا عليا. كيربي. كيربي. ما رح نشرح ليش. شرحناه كتير. إن الريسبونس للبارشيال أغونست دائما بيكون less than ما بعطيني الماكسيمم ريسبونس زي الفول أغونست. وما رح ندخل بالديتيلز ليش عشان الاكتيفيتد فورم والانكتيفيتد فورم من الريسبتور and so on. كله موجود بالسلايدز وبالشرح. السؤال اللي وراه the most potent drug. هاد الكيرف ولا بده تفكير ولا بده ما بعرف يعني less than 10 seconds بنحل صح؟ من السلايدز حكينا ألف مرة إنه إيش يعني most إيش يعني potency وإيش يعني efficacy. فهون مين البوست potent؟ يلا يا هاني. كيرف ايه دكتورة؟ كيرف ايه. وإذا سألتك مين الموست افكتيف دراج؟ يعني له أعلى سي. كيرف سي. طيب نيجي على هذا السؤال. هذا السؤال عم بورجيني دوز ريسبونس ريليشن شيب للإفكت أوف دراج. agonist الايزوبروتينانول و on an isolated perfused heart tissue يعني لحاله او مع drug increased concentration بدرج معين. اوكي okay. based على الداتا الموجوده سالتكم ايش هو الدرج اكس ايش راح يكون competitive inhibitor non competitive inhibitor هيك كان السؤال very easy عندي agonist وضايف عليه درج، درج اكس بغض النظر عن نوعه، بس عم بصير في عندي شيفتنج للكيرف هيك. فشو هو الدرج اكس؟ يلا يا هشام. كومبتيتيف دكتورة، كومبتيتيف انهبيتر. ليش يا هشام؟ لأنه بيقلل البوتنسي للدرج وعمل له شيفتنج لليمين. يعني الإيماكس ثابتة بس الإي تي 50 هي اللي بتزيد.
بتزيد يس، مش بقلل وجوده بخليني عشان احصل نفس الايفكت. يس هو بده يقلل اكيد الايفكت للدراج، بس عشان احصل نفس الاي يعني احصل ايفكت من الدراج نفس الايفكت اللي حصلتها هو لحاله، لازم ازيد الكونسنتريشن لمين؟ لماي دراج صح. فعشان هيك صار في عندي شيفت للاي سي 50. هاي الاي سي 50 للدراج للايزوبروتينول مزبوط يا هشام؟ اه دكتور تمام. طيب السؤال هاد كان في عندكم 3 كيرفز عم بوريني البرسنتج اوف بيشنتس مع ايش كونسنتريشن صح. كان عندكم كيرف بورجيكم ريدكشن ان بلاد بريشر الفوميتنج والديث، وانا حكيت لكم انه انا بدنا نحسب الثيرابيتيك اندكس لهذا الدراج تمام، وهاي الثري كيرفز ريليتد لهذا الدراج، يعني عم بوريني كونسنتريشنز ببوبوليشن وين بشوف الافكت، وين بشوف الفوميتنج على اي دوزز، الديث وين ببلش اشوفه على اي دوزز. اوكي فهاي الثري كيرفز ريليتد لوان الدراج، وهو الدراج هذا يستخدم في الهايبرتنشن، عشان هيك كان الثيرابيتك كيرف ريدكشن ان بلاد بريشر، بس ثيرابيتك اندكس كان بدكم تحسبه. وحكيت لكم يعني المعلومة المهمة بهذا السؤال إنه الفوميتينج هي used as a side effect. Okay؟ فإيش طلع معكم الثيرابيتك اندكس؟ يلا يا نديم. 10 دكتورة. احكي لهم كيف حسبتها يا نديم. دكتورة لأنه الثيرابيوتيك اندكس هي TD15 على الـ ED15. يعني هي بعطيني مينيمم توكسيك افكت على المينيمم افكتيف كونسنتريشن. فعشرة على واحد حسب ما مبين عندي بالكيرف 10. يس بس هون مش عم نحكي عن المينيمم، هاي الافكت اللي بشوف الثيرابيوتيك اندكس نحسبه على الافكت اللي بشوفها ب 50% من البيشنت. بالضبط 50%. 50% يس. فعشرة على واحد، لو حكيت لكم انه احكوا لي الثيرابيوتيك اندكس ويوز الديث از سايد افكت، ايش راح يكون جوابك يا نديم؟ 100 بالضبط. هاي الدوز 100 اللي بشوفها ب 50% من البيشنت على الافكتيف دوز اللي بشوفها ب 50% من البيشنت اللي هي الواحد، فالجواب 100 بس. كمان هذا السؤال اللي انا اعتبرت يمكن تحتاجوا فيه اكثر من دقيقه، بس عشان في كم من سنتنس فيه قراءة، أما كحل ما بده إشي. طيب هذا أصلاً مجاوب البيزل أكتيفيتي، ما حدا فيكم غلط فيه تقريباً، اللي هو the basal activity of the receptor and its ability to activate the intracellular signaling pathway is defined as the probability that is a fraction of the receptor adopts the active state in the presence of ligand. فالجواب كان فولس، لأنه البيزل أكتيفيتي بتكون موجودة عندي والليجند مش موجود when the ligand is absent، عشان هيك بنسميها بيزل أكتيفيتي أو constitutive activity. طيب هاد كمان very easy، الانفيرس agonist is a drug will reduce any constitutive activity in this way resulting in effects that are opposite of the agonist. True. كيف الـ measure of efficacy؟ الـ Emax كمان very easy less than 10 seconds. Which receptor type achieves its physiological response the most rapidly؟ أكيد الـ ligand gated ion channels لأنه الـ effector protein هو نفسه اللي بصير عليه الـ activation صح؟ يعني البايندينج الريسبتر هو نفسه الافكتر، البايندينج للليجند بصير على الايون شانل وبنفس الوقت بصير عندي الاوبننج للايون شانل، فعشان هيك اتس ذا موست رابيد. كمان هذا ما بده تفكير. وهيك خلصنا الكويز. فعليا الكويز بده ماكسيمم 5 مينتس، فانا اعطيتكم وقت زياده، لكن تعرفوا شو كانت المشكله عندكم؟ يعني طلعت على اغلب المسجات اللي كانت جايتني الناس اللي معترضة يعني علاماتها، الكويز تاعكم على السبعة
في ناس دخلين 7 و7 7 و8 7 و9 أنا مش عارفة على أي أساس بتقرروا تدخلوا بوقت بعد الوقت اللي اتفقنا عليه وانتوا عارفين أن الكويز 10 دقايق. أنا أصلاً يعني زدت لكم 5 دقايق لو تأخرتوا بالدخول عن 7، مع أنه مش لازم أعمل هيك، لازم تتعلموا وتلتزموا بالوقت. يعني أنا زدت الوقت أنه لو دخلت من 7 للـ7:15 في أي وقت معك 10 دقايق، يعني ما حطيته من 7 للـ7:10، حطيته للـ7:15. لكن هذا الحكي المفروض أنتوا يعني ما أعمله، المفروض كلنا نلتزم بالوقت. والكويز تاعنا أونلاين، يعني إحنا لا رايحين ولا مسافرين ولا جايين عشان نقدم الكويز. فبليز next time يعني جربوا تلتزموا بالوقت. ماي رفع إيدك في إشي؟ ترى بصراحة كان الكويز أوكي يمكن سهل بس بده وقت. أنا بالنسبة لي أنا بحكي كشخصي أنا بده وقت لحديت ما أقرأه صراحة. ما في قراءة غير بسؤال واحد يا مي، أنا بحكي لك الحقيقة، هاي نحلناها قدامك. لما تطلعي على كيرف بدك تدوري على الموست بوتنت، إيش فكرتي بالسؤال ولا إيش؟ ممكن أعرف، ممكن أتقبل حدا بيعترض إنه عنده مشكلة نت، وهي أنا قلت لكم أنا عارفة إنه في ناس عندهم مشاكل بالنت، فممكن الصورة اللودينج لإلها يطول، هذا الإشي عرفته، لكن هاي individual differences بتصير. عشان هيك أنا مساعدتي لكم إني ممكن أعمل لكم أكثر من إشي عشان ناخد average، لأنه أنا ما بقدر يعني ما أحسب لكم الكويز مثلاً أو أزيد وقت الكويز بناءً على إنه مثلاً في 10 أو 20 شخص من أصل 170 عندهم مشكلة بالإنترنت. أنا متعاطفة معكم أكيد، عارفة إنه في مشكلة، عشان هيك أصلاً أنا زدت وقت الكويز. ما كفاني الوقت لأنه في بعض أسئلة على السريع حليتها. والله أنا طلعت على الأفرج لإلكم بكوقت قدي حليته كان بين 5 لـ6 دقايق الأفرج. مش كنا نفس الفكر نفس قوة الذكاء يعني مش عشيمة. يس أنا بحكي لك عن أفرج يا يعقوب، ما عم بحكي لك ال فهم عليك دكتورة. الأفرج للأغلب تبع حتى اللي جابوا 5 و4 أم سوري أنتوا حلين الكويز بـ4 دقايق، في ناس هيك حلت الكويز بـ4 دقايق وطالع. ما دكتورة لو كنت بقيت كله جبت 5 الكويز سهل ما بده إشي. وهي طبعا زي ما أنت حكيت يا يعقوب individual differences يعني بين شخص والتاني، صح؟ عشان هيك مش كلنا منجيب 100 صح؟ ومش كلنا بنجيب 80 صحيح. بدك تشتغل على حالك اكيد، بدك تزيد شغلك على حالك بكل ما الواحد كانت صحيح. يعني 4 أيام ادرس عليه الحمد لله، ان شاء الله بتعودوا على طبيعه الاسئله وبتعملوا احسن لقدام. طيب خلينا هلا نبلش بالمحاضره تاعتنا. طيب المحاضرة الماضية خلصنا حكينا عن الأتونوميك نيرفس سيستم، بلشنا نحكي عن الأوريجين من وين بيطلعوا النيرفز، اللوكيشن أوف الجانجليا، حكينا عن الأنيرفيتد ريسبتورز. مين بيحكي لي مثال على الأنيرفيتد ريسبتورز؟ إنه اللي بوصلها أتونوميك نيرفس سيستم ترانسميتر وبتعطيني إفكت من غير ما تكون إنيرفيتد. يلا يا مي. لسوتي جلاند دكتورة. إيش هو؟ لسوتي صح. يس. جلاند. في بعض السبيشيز يس ما بوصلها. إيش كمان البنكرياس والبنكرياس؟ أو. لا. شو حكينا كمان؟ إشي إكزامبل. وين الميدلة بتعمل ريليز للالفا والبيتا؟ الفا وبيتا يس. الريسبتورز الموجودين بالبلود فيسلز حكينا صح، اذا كانت في عندي ريسبتورز لا السمباثيتك او الباراسمباثيتك نيرفس سيستم بالبلود فيسلز راح يصير عندي هذا الاكتيفيشن لهم، لانه الادرينال ميدلة اكشلي ات ريليزز النيورو ترانسميتر النورابينفرين والابينفرين وين على البلود فيسلز، فما بحتاج نيرفز يعني ما عندي نيرف واصل لهذا الريسبتر، فبصير عندي هذا الستيميوليشن للريسبترز الموجودة بالفيسلز. طيب اليوم رح نبلش نحكي عن الافكتس اللي بتصير once we activate الاتونوميك نيرفس سيستم. اوكي ايش عم بصير عندي على الاورجنز؟ يعني
أول إشي بدي إياكم تعرفوا إنه these organs they receive most of the time both nerves. لا parasympathetic والsympathetic. تمام؟ يعني most organs they are dually innervated. وصلتهم nerves من sympathetic nervous system والparasympathetic nervous system. تمام؟ أغلبهم في أشياء لا بس وصلها بيكون for example sympathetic. تمام؟ بس أغلب organs وصلهم التنين. طيب شو الإفكت اللي بكون أنا شايفها عندي على الأورجانز؟ بتكون باراسمباثيتك ولا سمباثيتك؟ بتكون للبريدومينت اللي مسيطر أكتر بهذا الوقت. يعني for example when we are resting بالrest state usually البريدومينت على الإيريس of the eye اللي هي المنطقة الملونة حوالين البيوبل والبريدومينت على sinoatrial node بالheart هو الparasympathetic nervous system. الparasympathetic هو الpredominant. Okay؟ فعشان هيك الأفكت اللي منشوفها بتكون related للparasympathetic nervous system. طيب لو أنا أعطيت عملت block للتنين عملت block للparasympathetic والsympathetic nervous system بهدول الorgans إيش تتوقع نشوف effect؟ sympathetic parasympathetic ما أشوف ولا إشي، أشوف إشي تاني ما بعرف إيش هو. إيش تتوقع نشوف؟ توقف عمل ال raise your hand اللي بده يجاوب raise your hand. تفضل يا يعقوب. الله يزيد فضلك. توقع دكتور أن العضد بنشل ما بيصير في استجابة بالمرة؟ لا. مش احنا حكينا انه بالريستينج مين بيجرب؟ في حدا بيجرب؟ طيب مش احنا قلنا انه بالريستينج ستيت بهدول الاورجنز عندي البريدومينت هو الباراسمباثيتك، فاذا انا عامل بلوك للتنين الافكت اللي راح اشوفها العكس الباراسمباثيتك افكت، صح؟ لانه هو البريدومينت، فلما عملت بلوك للتنين الجزء الاكبر اللي راح يلتقي عندي هو الباراسمباثيتك، صح؟ فراح اشوف افكت عكس الباراسمباثيتك اكتيفيشن لأنها هي البريدومينت. لو كان السيمباثيتك البريدومينت راح أشوف إشي عكس السيمباثيتك، صح؟ opposite. تفضل يا يعقوب. دكتورة أعطينا مثال عضو مثلا. هاي نعم ما كنت هلا عم بحكي وهلا بدي أشرح أمثلة بس افهموا الفكرة اللي هي الإيريس of the eye والسينواتريال بالهارت. كي هلا راح أشرح عنهم. طيب let's say إنه بالآي اللي بصير عندي بسبب الـ parasympathetic activation بالآي عم بحكي هلا إشي منسميه ميوسز. إيش يعني ميوسز؟ سمعين فيها قبل هيك؟ الميوسز سمعين فيها بالفسيولوجي؟ يلا يا هشام. دكتورة الانقسام المنصف؟ لا، الميوسز معناها يصير عندي زي contraction في البيوبل أو the eye contraction. تمام؟ فبدام حكينا بالآي بيكون في عندي هذا الـ parasympathetic activation اللي هو predominant بتكون عندي الميوسز اللي ممكن تصير على البيوبل أو the eye. تمام؟ طيب إذا أنا عملت بلوك حكيت لكم للتنين parasympathetic والsympathetic المفروض أشوف effect عكس الميوسز، فبشوف مدرياسز اللي هو dilation of the pupil of the eye dilation. تمام؟ عكسها لأنه بوضع الطبيعي اللي predominant اللي مأثر أكتر هو الparasympathetic. عملت بلوك للتنين رح أشوف effect عكس الparasympathetic. فهذا one example for instance. طيب الكاردياك sinus node اللي هي pacemaker للheart rate الانترنسينج فاليو لإلها بين المية والمية وعشرة. أوكي؟ لكن إحنا بالنورمال انفيجوال قدي بتكون الرقم عندي؟ إحنا بالعادة الهارت ريت إيش النورمال نمبر؟ برضو بالفسيولوجي إيش يا نديم؟ من 60 لـ 80 أو من 70 لـ 80. ممتاز ممتاز، خلينا على 70-80. ممتاز. طيب هذا النمبر أقل من المية
للمية وعشرة صح؟ هذا intrinsic value. أوكي؟ يعني لما أنا عملت block لا الparasympathetic والsympathetic nervous system أوكي اللي واصلين للsinoatrial node لما عملت block راح أحصل هذا الرقم اللي هو 100-110. ليه؟ لأنه شو حكينا اللي predominant هو الparasympathetic والeffect of الparasympathetic على الheart على النود هاي إنها to decelerate تبطئها مش تسرحها تبطئها. أوكي؟ فعشان بالوضع الطبيعي بالresting state الparasympathetic هو الdominant فعندي الheart rate بين 70-80 beat per minute. أوكي؟ فلما أنا عملت بلوك للتنين عملت بلوك للباراسمباثيتك والسمباثيتك الأفكت اللي راح أحصلها عكس الباراسمباثيتك فعشان هيك زادت عندي الهارت ريت حصلت 100-110 وممكن نسمي هاي الأفكت تاكي كارديا تاكي كارديا. واضحة؟ في أي سؤال عليها؟ تمام. طيب كيف أنا بقدر أعرف الأفكت اللي راح تصير على الأورغانز بسبب الباراسمباثيتك أو السمباثيتك أكتيفيشن؟ Actually somehow you have to memorize it. اللي بقدر أساعدكم فيه إنه دائما فكروا إيش بالسمباثيتك أكتيفيشن إيش ممكن يصير معنا إذا إحنا بفايت أو فلايت ريسبونس. أوكي؟ في action بده fight or flight response اللي هو دائما نحتاج فيه لحرق طاقة كي عشان يصير الاكشن. بالparasympathetic فكروا فيها بالrest and digest state احنا we are resting الافكت. طيب في عندي different organs actually this table you have to يعني memorize it لازم تحفظوا تعرفوا الافكت وتعرفوا الreceptors كمان. تمام. what time احنا يعني إن شاء الله رح تحفظوهم مع الوقت بس you have also to تحطوا effort عشان تحفظوا الريسبترز لأنه إحنا في عنا 4 chapters على الأتونوميك نيرفس سيستم ورح يتكرر معنا أشياء كتير ف with time رح تحفظوهم لكن برضو you have to put some effort. طب let's say for example عندي على ال eye لما أحكي عن ال eye iris radial muscle الأكشن عندي contracts إذا صار عندي activation للألفا 1 receptor. طيب الparasympathetic activation بصير مش من خلال radial muscle بصير من خلال circular muscle. هلا بورجيكم صورة عشان تفهموا أكتر نزلتها أنا اليوم. بصير في عندي contraction من خلال الactivation للmuscarinic receptor type 3. بورجيكم الصورة بس. فالراديال مسل المسل اللي شغال عليها مين؟ هاي الراديال مسل حوالين مين؟ الايرس. اللي شغال عليها شو؟ السمباثيك نيرفس سيستم. والسيركولر مسل اللي هي هون نحكي حوالين البيوبل اوف ذا اي اللي شغال عليها مين؟ الباراسمباثيك. سيري muscles كمان الموجودة بالآي عندي فيها two actions relax إذا صار عندي activation للبيتا ريسبتر و contracts إذا صار عندي activation للماسكرينيك type 3 ريسبتر. بالheart sinoatrial node بحالة sympathetic activation بصير عندي acceleration بزيد heart rate بسبب الactivation للبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتر وبصير في عندي deacceleration بسبب الاكتيفيشن للماسكرينيك تايب 2 ريسبتر. الاكتوبيك بيس ميكر ايش تفرق الاكتوبيك بيس ميكر عن السينواتريال؟ تعرفوا ايش الفرق بين الاكتوبيك والسينواتريال نود؟
ما أخذتوهم بال فيسيولوجي؟ طب السيناتريال نود وين موجودة؟ يلا يا رامي. بالأتريوم؟ يس. طب وهي المسؤولة عن تنظيم صح الـ heart rate within the heart صح؟ السينواتريال نود heart beat يعني. طيب الإكتوبيك بيس ميكر هاي group of cells، هدول السيلز they cause somehow premature heart beat. Premature heart beat they responsible for heart beats بس they are premature. ليش بنسميهم premature؟ لأنهم outside of the normal sinoatrial node of the heart، مش المسؤول عنهم sinoatrial node of the heart. Okay، premature heart beat. Again فالإكتوبيك كمان pacemaker في عليها sympathetic activity والإفكت acceleration عن طريق البيتا 1 والبيتا 2 receptors. الأكتوبيك بيسميكر ما بيوصلها إيش؟ parasympathetic nerves، يعني ما عندي عليها parasympathetic effect. طب الـ contractility of the heart، contraction of the heart muscle يعني الـ receptors المسؤولة عنها كمان البيتا receptor سواء البيتا 1 أو البيتا 2، بصير عندي الـ action increase of contractility. بحالة الـ parasympathetic decrease of contractility بسبب الـ activation of الـ M2 receptor. طيب بالـ blood vessels mostly الإفكت راح نشوفها بسبب الـ sympathetic activity على الـ skeletal muscle vessels والـ سواء الـ blood vessels اللي واصلة للـ skin أو للـ splenic vessels اللي هي الـ vessels اللي رايحة على الـ GI على الـ internal organs. okay. فالـ action is contract بسبب الـ activation للـ alpha receptor. The skeletal muscle vessels عندي relaxation إذا صار عندي activation للبيتا 2 وعندي contraction إذا صار عندي activation لمين؟ للألفا receptor. طيب متذكرين لما كنا نحكي عن إنه ممكن يكون في عندي sympathetic activation مع إنه الريسبتر اللي بصير لها activation هي ماسكرينك ريسبتر يعني اللي بربط عليها استايلكولين؟ حكينا هيك اكزامبل متذكرين على السويت جلاند. رح اوريكم الصوره ومش عارف اذا حكيت لكم اياه انتوا او لا الصراحه، بس خلينا نرجع عليه عشان احسن. هيا شايفين هاي الرسمه؟ حكينا الاكتيفيشن للبوست جانجليونيك اكتيفيشن تمام، بعمل لي activation actually لماسكرينك ريسبتر بسبب البايندينج اوف الاستايلكولين، بس حكينا انه هاي الافكت السيمباثيتك افكت ريليتد للسيمباثيك نيرفس سيستم. عشان هيك شفتوا صح في عندي ماسكرينك ريسبتر موجودين، لكن الاكتيفيشن بصير within لما بنكون within the fight or flight response sympathetic activation. بعرف الخط مو كتير واضح عشان هيك كبرت لكم الجدول، إذا بتحبوا بتقدر ترجعوا للجدول من هذا أكبر إشي يعني بقدر أحط لكم إياه بهاي الصورة، بتقدر ترجعوا للكتاب. أوكي؟ الكتاب موجود في الجدول. أو بدكم تكبروا أنتوا تعملوا زوم إن وأوت على الباوربوينت برزنتيشن، بس بالطباعة الصراحة ما راح يكون كتير واضح. طيب الإندوثيليوم of the blood vessels إذا صار عندي activation لل M3 وال M5 receptor usually عم نحكي عن relaxation effect لأنه بصير في عندي release ال EDRF وهذا الفاكتور ال EDRF factor بيعمل dilation تمام. ف
فالإفكت راح تكون عندي dilation of the vessel. البرونكاي smooth muscle within the lungs يعني عم نحكي عندي two effects. Relaxation إذا صار عندي activation للbeta 2 receptor وcontraction إذا صار عندي activation للM3 receptor. بالجي آي كمان رح نشوف different effects بناء على إيش الريسبتر الموجود عندي. أوكي إيش الريسبتر بصير له activation وإذا عم نحكي عن sympathetic أو parasympathetic. For example بالwall of the جي آي بصير عندي relaxation بسبب الactivation للألفا 2 والبيتا 2 وcontraction للwall بحالة الـ M3 activation. بالسفنكتر اللي هي الصمامات اللي موجودة بالجي آي بصير عندي contraction بالألفا 1 وrelaxation بالM3. secretions usually اللي عم بوصلها parasympathetic nervous system يعني بيأثر على secretions اللي بتصير within the GI system. usually بصير في عندي increase of secretion إذا صار عندي activation للmuscarinic receptor. إيش في كمان other nerves موجودة بالGI غير الpyro والsympathetic nervous system؟ شو موجود عندي other nerves؟ يلا يا نديم. الانترينك نيرفز. بس بدي أحكي لكم شغلة لأني مش متأكدة إذا حكيتها بكل عشان نضلكم متذكرين عن الانترينك نيرفز سيستم. فكروا بالانترينك نيرفز سيستم as a small brain. small brain ليش؟ متذكرين لما حكينا إنه الافرنت نيرونز اللي الموتور نيرونز دائما طالعة من وين؟ من البرين والسبينال كورد من central nervous system. okay within the enteric nervous system actually في عندي موتور نيرونز طالعة from cells موجودة بالجي اي system. for example بتعطيني موتور action بنفس الجي اي عشان هيك بنسميه زي كأنه small brain. في عليه modulation من الـ parasympathetic والsympathetic nervous system وفي connection بينه وبين الـ central nervous system through the parasympathetic والsympathetic. ففي زي عندي قلنا cross talk بين الـ enteric parasympathetic والsympathetic بالـ GI system. تمام؟ بس إذا شلنا الـ parasympathetic والsympathetic رح يضل عندي الـ action للـ GI شغال لأنه زي كأنه عندي هذا الـ small brain still is able to control الأشياء اللي عم بتصير عندي بالجي اي سيستم من motility, secretions and so on. تمام؟ فهيك فكروا فيه الانتريك نيرفس سيستم يعني as a small brain لأنه عم بيبعث الموتور signals للسيلز اللي موجودة بالجي اي أو بتواصل مع الparasympathetic والsympathetic. فإتس able to receive motor signal و send motor signal وبنفس الوقت is able to send sensory signal و receive sensory signal. تمام؟ طب في عندي of course other actions على other organs زي اليوترس بالسكن for example بالسويت جلاندز حسب نوع السويت جلاند اللي بصير لها activation ممكن أشوف different effect but it's related كمان زي ما حكينا للsympathetic activity مع أنه عندي muscarinic receptor. فبحالة الأكرين sweat gland إيش بفرق الأكرين عن الأبوكرين؟ physiology. تفضل يا رامي. الدكتورة واحدة بتكون مفتوحة للشارة الثانية ما بتكون صح ممتاز. متذكر أني واحدة اللي بتكون opening لإلها بال hair follicles الأكرين؟ لا الأبوكرين والباقي بتكون على السيرفس. تمام؟ فعندي two type of sweat glands بالسكن increase للسويت جلاند activity بحالة الماسكرينك ريسبتر والأبوكرين كمان increase بس من خلال الألفا ريسبتر التنتين يعني increase. تمام؟ بس بحالة الأكرين عندي ماسكرينك اكتيفيشن بحالة الابوكرين عندي الفا ريسبتر اكتيفيشن والتنين بيزيدوا لي انكريز اوف السويت جلاند اكتيفيتي. اوكي الابوكرين كمان از مور ريليتد للستريس كونديشن يعني كل اذا كان في عندي ستريس بيكون الابوكرين جلاند سويت جلاندز مور اكتيف.
في عندي كمان regulation of metabolic function through autonomic nervous system. تمام؟ mainly هذا regulation is through sympathetic activity. Sympathetic activity. تمام؟ for example بالليفر البيتا 2 والالفا ريسبتر مسؤولين عن انهم يزيدوا لي تصنيع الجلوكوز وكمان تحطيم الجلايكوجين عشان يعطيني جلوكوز. اوكي ليش بتتخيلوا هاي الرياكشنز عم بتصير؟ لانه احنا قلنا دائما فكروا بالسمباثيتك اي هاف تو سبيند انرجي، بدي ريسورسز للانرجي. عشان هيك كمان حتى بالفات سيل راح تشوفوا انه السمباثيتك اكتيفيشن بيعمل لي لايبولايسز، تحطيم للفات سيلز، عشان كمان اي هاف بدي اخذ هاي الريسورسز الفات واستخدمها كمان فور انرجي سورسز. وبالكدني السمباثيتك اكتيفيتي تمام بتأدي انه يصير عندي رينين ريليز من خلال البيتا 1 ريسبتر. تمام، من خلال البيتا 1 ريسبتر. الافكتس هاي حتى الاشياء اللي ما مرقت عليها زي مثلا اليوترس you have to know it. اوكي، وتعرفوا شو الريسبترز بتعمل لي اكتيفيشن. كيف نحفظه؟ زي ما حكيت لكم بتكون دائما تحاولوا تو يعني راشنلايز، تفكروا بمنطق الريسبونس ايش اللي ممكن يصير اذا عندي في فايت اور فلايت. وعلى الاغلب على الاغلب بيكون most of the time الباراسمباثيتك اكشن عكسه. اوكي، فهي اسهل طريقه تساعدكم للحفظ يعني. طيب اجين هاي الريسبونسز للسمباثيتك اكتيفيشن، السي ان اس انكريز الاليرتنس، يعني اني بكون متيقظ بالاشياء اللي حوالي، بتزيد السي ان اس درايف، بالاي بصير عندي دايليشن، بيوبل دايليشن اللي هي ايش معناها؟ حكينا الترم تاعها، في حدا متذكر شو يعني dilation of the pupil of the eye؟ يلا يا رامي. مدرياسز. ممتاز، مدرياسز. وعكسها الميوسز. طيب السلايفا سيكريشن بالعادة بتكون بحالة sympathetic activation for example little viscous كثيفة. بحالة الباراسمباثيتك بتكون مور ووتري، مش ثيك، فيسكس يعني لزجة تقيلة. بحالة الباراسمباثيتك بتكون اشمالها مور ووتري. البرونكاي حكينا دايليشن، الهارت بزيد عندي الهارت ريت، بزيد عندي الفورس كونتراكتيليتي، بزيد عندي البلد بريشر، وديفرنت اكتيفيشنز حكيناهم قبل كمان من خلال الجدول، اطلعوا عليهم كمان من خلال هاي الرسمات. طيب إذا عم نحكي عن الـ parasympathetic activation again زي ما حكينا الـ eye رح يصير عندي الميوسز، فرح يصير عندي accommodation for near vision، ميوسز يعني contraction. saliva زي ما حكيت لكم بتكون more liquid more watery، البرونكاي رح يصير في عندي فيها constriction and so on. بالـ GI بزيد عندي secretion، يعني usually sometimes بأغلب الوقت ممكن يتفكر بالجي اي من ناحيه السكريشنز انها بتزيد بحاله السمباثيتك اكتيفيشن. تمام، لكن الجي اي زي ما حكيت لكم بارا سمباثيتك دائما فكروا فيه that we have to digest and rest، ففور digestion we need secretion صح، ففكروا فيها هيك انه بتزيد السكريشن بالبارا سمباثيتك نيرفس سيستم. الباراستيلاسيس اللي هي الموتيليتي within the جي اي، احنا while we are resting عم ناكل ومرتاحين وكل شيء تمام، في عندي هاي الموتيليتي شغاله صح، فالباراسمباثيتك نيرفس سيستم هو المسؤول عن هاي الموتيليتي بالجي اي. بالبلادر فور اكزامبل بالباراسمباثيتك اكتيفيشن السفنكتر تون بيكون less، وبالسمباثيتك بيكون increased. طيب طيب عشان تتذكر الإفكت اللي بتصير على الآي، من أسهل الأشياء لإلها إنه تذكروا إنه dilation
فيها حرف دي صح، والمدرياسس فيها حرف دي، والراديال مسل هي المسؤولة عن هذا الدايليشن كمان فيها حرف دي، فهذا سيمباثيتك ريسبونس. هاي على الراديال مسل. اوكي السيركولر مسل تعمل لي الكونستراكشن، الكونتراكشن صح، الميوسيس ما فيها حرف دي، هذا هو الباراسيمباثيتك ريسبونس. فالمدرياسس بنشوفها بالسيمباثيتك ريسبونس، والميوسيس بنشوفها بالباراسيمباثيتك ريسبونس. الافكت للسيمباثيتك بتكون من خلال الراديال مسل. اوكي الراديال مسل هون عم بصير لها بالسيمباثيتك نيرفس سيستم كونتراكشن، اوكي بس اللي عم بصير له دايليشن هو البيوبل اوف ذا اي. اوكي واضحه؟ مش احنا وريتكم الصوره وحكيت لكم انه في مسلز عندي موجودين عند الراديال وفي عندي على السيركولر مسل. الراديال مسل والسيركولر مسل الاكشنز لهم عكسيه، تمام؟ فوان صار عندي الكونتراكشن للراديال مسل على السيركولر مسل بده يصير عندي شو؟ دايليشن، عشان هيك بصير في عندي المدرياسز. فالدايليشن هذا بسبب الافكت على السيركولر مسل اكشلي، بسبب السيمباثيتك ريسبونس اللي بلش على الراديال مسل. يعني they are connected الراديال مسل والسيركولر مسل. اتفقنا انه باغلب الوقت راح السيمباثيتك والباراسيمباثيتك اكشن يكونوا opposing each other، عكس بعض. اوكي عكس بعض، راح نشوف افكتس عكس بعض. هذا contraction، هذا ايش؟ relaxation. هذا increase للسفنكتر tone، هذا decrease للسفنكتر tone and so on. الستيمولاي للباراسيمباثيتك زي ما حكيت لكم فكروا فيها as rest and digest، والستيمولاي بالسيمباثيتك فكروا فيها as fight or flight. تذكرين لما حكينا انه الريسبونس اللي منشوفها بالسيمباثيك نيرفس سيستم is more diffuse، حكينا كلمة diffuse بسبب البرانشينج. السيمباثيك نيرفس سيستم عم بتوزع على different organs، فراح نشوف لما once صار عندي هاي الستيمولاي على السيمباثيك نيرفس سيستم راح اشوف effects على different organs. بحالة الباراسيمباثيك it's more discrete، يعني بشوف effect واضحة على specific organ. Again هاي نفس الجدول اللي حكينا عنه بالأول، بس هو ما عم بحكي لي يمكن in details which receptor عم بصير لها activation، وهذا مطلوب منكم الأفكت والreceptors التنين. الحلو بهاي الرسمة إنها بتوريكم الactions، إذا في يعني إذا عم بتشوفوا بس مثلاً for example blue color في الجلانز المسؤولة عن tears، يصير عندي الدمع يعني. الاكتيفيشن مينلي عن طريق الباراسيمباثيتك، مش واصله سيمباثيتك اكشن، تمام؟ فاذا ما عم بشوف تو ريد اند بلو كلر معناته بس في وان نيرفز تايب اوف نيرفز واصل لهذا الاورجان، بس موستلي راح تشوفوا الاثنين، موستلي راح تشوفوا الاثنين سو باراسيمباثيتك وسيمباثيتك. متذكرين من الفسيولوجي ايش يعني action potential؟ طيب احنا متذكرين لما كنت احكي لكم انه النيرف عشان يعمل لي ريليز للنيورو ترانزميتر اللي هي كيميكال صح، للنيورو ترانزميتر بيكون في عندي electrical discharge واصل على هذا النيرف. ايش سببه هذا الالكتريكال ديسشارج؟ الايونز، الموفمنت اوف ايونز ان اند اوت صح. طيب فبشكل عام الاكشن بوتنشال دي بروباجيت فروم وان نيرف تو انذر، بوصلوا على نيرف معين بصير في عندي انتري اوف كالسيوم، هذا الكالسيوم تريجرز الريليز اوف النيورو ترانسميتر سواء استايلكولين نوربينفرين انبرفرين اند سو اون، تمام؟
هاي الرسمة عم بتورجيني كيف عم بصير في عندي storing للأستايل كولين within the vessels، كيف بصير له تصنيع وبتخزن within the vessels within the nerves. الأستايل كولين عشان يتكون بدي acetyl group والكولين، تمام؟ الكولين بصير له entry عن طريق CH transporter، هذا transporter بنقول الكولين. At the same time that it's transporting sodium، وبدخل وبصير في عندي interaction مع الأستيل جروب عن خلال من خلال كولينوستريز ترانسفيريز إنزيم. سوري، الكولينو ترانسفيريز إنزيم هيك اسمه ترانسفيريز. هاد تي هون لترانسفيريز، يعني بنقول لي الأستيل جروب من هون للكولين وبعطيني إيش الأستيل كولين. طب الأستيل كولين كمان it can go to be stored within vessels من خلال transporters معينة اسمها ال VAT transport. VAT، VAT جاية من كلمة transporter، vessel transporter. okay. نقل الأستايل كولين وصار له storage، صار هذا الستورينج وصلت electrical signal. electrical signal أدت إنه يصير عندي هذا الaction potential. الكالسيوم in response of this action potential راح يصير له entry للنيرف. when once دخل الكالسيوم will trigger the release of the neurotransmitter، والنيوروترانسميتر هذا راح يروح to bind على different receptor كولينوسيبتر، يعني receptors بيقدر يربط عليها الأستايل كولين اللي هم شو حكيناهم المرة الماضية. الأستايل كولين وين ممكن يربط؟ شو أنواع الريسبتر ممكن يربط عليها الأستايل كولين؟ ناس جداد غير نديم ورامي، يلا يا آية. دكتورة الأم ريسبتر، وإيش كمان؟ بس هذا سمر، يلا يا سمر. دكتورة بربط على النيكوتينك، نيكوتينك وماسكرينك ريسبتر. وين النيكوتينك كانوا موجودين؟ تذكرين؟ تذكري يا سمر وين حكينا عنهم موجودين؟ كيف يعني دكتورة السؤال؟ وين مكانهم؟ وين منلاقيهم النيكوتينك ريسبتر؟ مش عارفة ناسية. طيب يلا يا نديم. حكينا على الجانجليا بيكونوا موجودين بالأوتونوميك نيرف. ممتاز، وين كمان ممكن يكونوا موجودين يا نديم؟ بالنسبة للسوماتيك بيكونوا على الإفكتر أورجان، اللي هو إيش؟ زي أيوة. مصل، سكيلتال مصلز. ممتاز، نيكوتينيك ريسبتر بيكون موجودين على سكيلت المسلز يا جماعة، موجودين بالسكيلت المسلز وبالجانجليون. فكل الريسبترز موجودة بالجانجليون they are nicotinic receptor، they respond to acetylcholine. طيب فبصير عندي هذا البايندينج وبيعطيني الإفكت. الأستايلكولين كمان ممكن يرجع يتخزن ويدخل للبريسينابتيك ريسبتر، هذا نسميه بريسينابتيك نيرون وهذا بوستينابتيك، صح؟ لأنه هذه المنطقة شو بنسميها؟ السيناب. فالبريسينابتيك نيرون كمان ممكن يرجع ياخذ الأستايل كولين عن طريق ريسبتر، سواء كانوا أوتو ريسبتر أو هيترو ريسبتر. بالعادة الأوتو والهيترو ريسبتر سوري دي الأستايل كولين بيعمل لهم فيدباك ميكانيزم، راح اشرحها ان ديتيلز بعدين. فهلا اوكي خليني احكي شغلتين هون دام سر ذاكرتها. الاستايل كولين ممكن يرجع يدخل عن طريق ترانسبورتر للبري سينابتيك نيرون، وكمان ممكن ياثر على ريسبترز هم هيترو ريسبتر او اوتو ريسبتر. هلا بنحكي ايش يعني هيترو اوتو، بانه ياثر عليها من ناحيه يسبب لي فيدباك ميكانيزم. كيف يعني؟ بربط الأستايل كولين على هاي الريسبتر وبيؤدي إنه يصير عندي فيدباك ميكانيزم، تمام؟ واضح؟ إيش يعني فيدباك ميكانيزم؟ يعني إذا كان الأستايل كولين الكونسنتريشن اللي هون كتير عالي within the synapse،
بيجي بيربط على ريسبتور بتحكي له انه وقف ايش الريليز اوف الاستايل كولين، فبمنع الريليز للاستايل كولين. هاي معناها فيدباك ميكانيزم رح نشرحها ان ديتيلز كمان شوي. او الاستايل كولين رح يرجع على الريسبتور، بس رجعته على الريسبتور يا جماعه ما بيرجع استايل كولين، بيرجع من خلال ترانسبورت بصير له ميتابوليزم للاستايل كولين، وبيرجع من خلال ترانسبورتر اس كولين. والاسيتيل جروب نقدر ناخدها من خلال الميتوكوندريا اللي موجودة within the nerve، تمام؟ وبصنع يعني برجع الأستايل كولين عن طريق الترانسفيريز إنزيم وبرجع بيتخزن. طيب اللي بحطم لي الأستايل كولين عشان يرجع الكولين من خلال الترانسبورتر باك للبريسينابتك نيرون، متذكرين شو كان اسم الإنزيم؟ حكينا عنه بأول chapters. شو كان اسم الإنزيم اللي بيعمل destruction للأستايل كولين؟ يلا يا رامي. أسيتيلكولين استريز. الاستريز إنزيم. الاستريز إنزيم من اسمه بيعمل ديستركشن للإستر جروب. كي؟ فبيفكك لي الأستايل كولين إنتو أستايل وكولين اللي بيرجع من خلال الترانسبورتر باك للبري سينابتك نيرون. طيب. بحالة الأدينيرجيك نيرونز او الريسبتورز ذات سوري النيرونز ذات ريليز النورابينفرين والابينفرين والدوبامين، لانه هاي كلها بنسميها ادينرجيك نيرونز. اوكي كيف بصير في عندي هذا التخزين؟ اول شيء تايروسين في له سبيسيفيك ترانسبورتر بنقول لي اياه ويذن ذا نيرون على البريسينابتك، تمام؟ في عندي انزيم اسمه تايروسين هيدروكسيليز، هذا التايروسين هيدروكسيليز بصنع لي شو؟ الدوبا. الدوبا هذا بيكون زي بريكورسر، زي المين ماتيريال اللي بتصنع منها الدوبامين، تمام؟ بعد ما يتصنع عندي الدوبامين في عندي ترانسبورتر بينقل لي الدوبامين للفيسلز، وwithin the vessel بصير في عندي تصنيع لنور ابنفرين كمان وأذر ماتيريالز موجودة بهاي الفيسل تتخزن فيها. اوكي نسميهم كو ترانسميترز، بيكونوا موجودين مع النور ابنفرين بنفس الفيسل مثلا، او حتى مع الاستايل كولين في بيكون معه كمان كو ترانسميترز موجودة بنفس الفيسل. فونس وصل عند الكالسيوم وعمل زي سيجنال بصير عندي ريليس لكل شيء موجود بالفيسل، ما في سيليكشن انه اه والله طلع لي بس النور ابنفرين، لا بيطلع كل شيء موجود. هدول الكو ترانسميترز الافكت تاعتهم بشكل عام بتكون موديوليشن للاتوميك نيرفس سيستم، ولهم افكت ثانيه ممكن تكون على نيرفز ثانيين ما لها علاقه بالاتوميك نيرفس سيستم، يعني لهم افكت بالسن على ريسبتورز موجوده بالسنترال نيرفس سيستم، تمام؟ فممكن دي موديوليت الاتوميك نيرفس سيستم، وكمان لهم اذر افكتس بالريسبتورز وانس انهم اشتغلوا بالسنترال نيرفس سيستم بيعطوني افكت معين. المهم فصار عندي تخزين لهاي الماتيريال within ايش الفيسلز، بدخل الكالسيوم بعمل ريليز النوربينفرين صار له ريليز، it will act على الريسبتر الادينو ريسبتر على البوست سينابتك سيل، تمام؟ على البوست سينابتك سيل. طيب سؤال، ايش هم الادينو ريسبتر اللي ممكن يربط عليهم النوربينفرين والابينفرين؟ شو هم الريسبتورز اللي ممكن يربط عليهم الابنفرين والنورابينفرين؟ حكيناهم المحاضره الماضيه، حكيناهم هاي المحاضره كمان. ناس جداد، وين بربط النورابينفرين والابنفرين؟ يلا يا رامي. الف وبيتا على الفا ريسبتر، صح؟ فممكن البوست سينابتك ريسبتر رح يربط عليه النور ابنفرين يكون الفا او بيتا، الالفا سواء الفا 1 و2 والبيتا بيتا 1 و2، في عندي كمان بيتا 3. بس الموست بريدومينانت ان اور بودي هم ال1 وال2 وبيعطيني الافكت. نفس الاشي كمان هدول النور ابنفرين ممكن يعمل لي
فيدباك ميكانيزم من خلال هيتيرو ريسبتر واوتو ريسبتر بتتحكم بالريليز اوف النورابينفرين، كمان رح نحكي عنها كمان شوي. النورابينفرين والدوبامين بشكل عام لهم ترانسبورترز موجودة على البري سينابتيك سيل، ممكن تنقل النورابينفرين as it is. يعني هاي النورابينفرين صح؟ في عندي إشي اسمه نت ترانسبورتر، هذا النت ترانسبورتر بياخذ النورابينفرين وبرجعه على البري سينابتيك. اوكي؟ وممكن يتحطم عندي النورابينفرين من خلال ميتابولايزنج انزايم كمان، يعني هذا له تو اوبشنز النورابينفرين، يا اما برجع من خلال النت ترانسبورتر فور اكزامبل، او ايش بصير له ديستركشن من خلال ميتابولايزنج ديفرنت ميتابولايزنج انزايم، وبتعطيني التايروسين كومبوننت اللي بيرجع بيدخل على السل من خلال الاي ترانسبورتر. تمام، بيرجع بيتخزن within the vessel. الكوترانسميترز هدول اللي حكيت لكم بكونوا موجودين بالفيسلز مع الابنفرين او النور ابنفرين او الاسيتايلكولين، بكونوا موجودين معهم within the same vessel، او حتى مع الدوبامين كمان. الدوبامين كمان هو يعتبر ادينرجيك نيوروترانسميتر صح، فممكن يكون موجود معهم different transmitter. these co-transmitter could be localized بنفس الفيسل زي ما حكيت لكم، أو ممكن يكون موجودين بseparate vessels، vessels لحالهم. من أهم الكوترانسميترز الموجودة اللي ممكن نلاقيها بالأتوميك نيرفوس سيستم يعني الـ ATP، الـ Encephalins. الـ Encephalins الإفكت تاعتها هي natural opioids الموجودة بجسمنا، أوكي؟ زي الإفكت تاعت الأوبيويدز يعني للبين، لما يكون في أوجاع بصير لها ريليز، تعمل ييز للبين تخفف الوجع، natural pain killers بنسميها زي الأوبيويدز يعني زي المورفينات. اوكي، هل كلها رح تاخدوها الأوبيويدز بفارماتو ان شاء الله. في عندي الفازو اكتيف انتستينال بيبتايد، النيوروبيبتايد واي، سبستانس بي، النيوروتنسن، سوماتوستاتين، واذر نيوروترانسميتر. المين رول لهاي الكوترانسميتر بالاتوميك نيرفس سيستم زي ما حكيت لكم موديوليشن اوف ذا سينابتيك ترانسميشن، تعمل لي موديوليشن لهذا الترانسميشن اللي عم بصير قبل اتوميك نيرفس سيستم. لكن هدول نفسهم السبستانسز ممكن يكونوا مش كوترانسميتر، ممكن يكونوا برايمري ترانسميتر باذر سينابسز، يعني سينابسز موجوده بالسي ان اس ما لها علاقه بالاتوميك نيرفس سيستم. تمام، ممكن يكونوا هم المين ترانسميتر زي ما حكيت لكم عن الانكيفالنس. هدول اكشلي المين رول لهم لما يكونوا بين كيلر ناتشرال بين كيلرز عم بيشتغلوا، هذا بسبب سيناب ما لها علاقه بالاتونوميك نيرفس سيستم. هدول كلياتهم بالاتونوميك نيرفس سيستم الافكت تاعتهم شو؟ تو موديليت، موديليشن اوف ذا ترانسميشن، زي كيف كانت الافكت للباراسمباثيتك والسمباثيتك بالجي اي موديليشن، لانه المين بلاير دير هو الانتريك نيرفس سيستم. اوكي، فهم كمان هم موديليشن دي موديليت. هذا الجدول بس عم بيوريني different transmitters اللي ممكن نلاقيها بالأتوميك نيرفس سيستم، بالإنتريك نيرفس سيستم، وكمان بنون أدينيرجيك ونون كولينيرجيك نيرونز، نيرونز بسينابس ما إلها علاقة بالأتوميك نيرفس سيستم. كمان زي مثلا دوبينيرجيك نيرونز في الدوبامين ريليز ممكن ما يكون له علاقة بالأتوميك نيرفس سيستم. تمام، فعم بيوريني different neurotransmitter. حكيت لكم الأهم إشي تعرفوه إنه في neurotransmitter بتكون موجودة مع الترانسميتر اللي لها علاقة بالأتونوميك نيرفس سيستم، سواء عم نحكي عن نوربينفرين أو أستايلكولين، والهدف منها موديوليشن. لكن هاي نفسها neurotransmitter ممكن تكون primary transmitter بdifferent synapses. okay؟ primary. ففي عندي for example زي ما حكينا الـ ATP acts as a transmitter or co-transmitter at many autonomic nervous system effector synapses حسب، okay؟ حسب السيناب الموجود عندي، وهدول كلياتهم نفس الاشي.
طيب بس بدي احكي كلمه عن نيتريك اوكسايد لانه رح نرجع نحكي ان شاء الله عليه بعدين كمان. فور اكزامبل نيتريك اوكسايد هو كو ترانسميتر ات انهيبيتوري انتريك نيرفس سيستم وكمان على اذر نيوروماسكولار جانكشن. يعني وين ما كان في عندي نيرف ومسل النيتريك اوكسايد ممكن يصير لو ريليز والاكشن له انهيبيتوري. The most important action لإله على السفنكتر كمان للنيتريك أوكسايد. والسنتيسيز للنيتريك أوكسايد بيصير by demand. يعني إذا إحنا محتاجين النيتريك أوكسايد، النيتريك أوكسايد بيعمل dilation، الإفكت لإله dilation effect. Okay. في الفيسلز مثلاً. Okay. إذا إحنا محتاجينه بصير له سنتيسيز عن طريق النيتريك أوكسايد سنتيسيز. الريسبتور كاركترستكس احنا حكينا عن two types of receptor صح؟ كولينوسيبتر اللي بتستجيب للاستايل كولين بالاتونوميك نيرفس سيستم انا هلا عم بحكي، والريسبتورز اللي بتستجيب للادينيرجيك مولكيولز اللي هي نوربينفرين ابنفرين والدوبامين صح؟ فالكولينوسيبتر من اسمها respond to الاستايل كولين واتس analogs. We can divide them muscarinic and nicotinic. هذا الحكي اتفقنا عليه. الماسكرينيك اسمها جاي من انها كمان تستجيب للماسكرين، هو هذا الكالويد لو اعطيته بربط على الماسكرينيك ريسبتور وبيعطيني افكت تشبه الاستايل كولين، عشان هيك من هون جاي اسمهم. طيب الماسكرينيك ريسبتور they are divided into five subtypes، خمس أنواع كلهم جي بروتين كابلد. متذكرين لما حكينا عن الجي بروتين كابلد ريسبتر والأكتيفيشن للجي بروتين كابلد ريسبتر كيف بصير؟ حسب نوع الجي بروتين الموجود عندي اللي لينكت للماسكرينيك ريسبتر الموجود بصير في عندي different activation، يا إما بصير في عندي activation للجي آي، لا بصير عندي activation للجي أس. المهم إنه أنا في عندي five types of الماسكرينيك ريسبتر 1 و2 و3 و4 و5 وكلهم جي بروتين كابلد ريسبتر. طيب النيكوتينيك ريسبتر، النيكوتينيك ريسبتر they are located on ion channels، يعني الإفكتر مولكيول هو نفسه إيش الريسبتر صح؟ وthey respond للأستايلكولين وكمان للنيكوتين، عشان هيك سميناهم نيكوتينيك ريسبتر. بس النيكوتينيك ريسبتر actually they don't respond for example للماسكرين، يعني لو جبت الماسكرين وحطيته على نيكوتينيك ريسبتر ما رح يصير عندي استجابة، عشان هيك من هون جاي الاسم نيكوتينيك ريسبتر عم بيستجيبوا للنيكوتين للنيكوتين، والماسكرينيك ريسبتر بيستجيبوا للماسكرين، وبوث of them بيستجيبوا للأستايلكولين. طيب عندي two major nicotinic subtypes which are located بالجانجليا زي ما حكينا وبالسكلت المسل in the blades، وهم ال primary receptor for signal transmission على هاي السايتس. زي ما شايفين هذا again التقسيم اللي حكينا عنه، الماسكرينيك ريسبتر دي ار جي بروتين كابلد ريسبتر، والنيكوتينيك ريسبتر ايش مالها؟ ليجاند جيتد ايون شانل، صوديوم بوتاسيوم ايون شانل. يعني وانس الاستايلكولين بايند على الشانل بصير في عندي اوبننج للشانل، بصير في عندي موفمنت اوف ايون اند الايونز الموجوده اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، لانه هاي التشانل صوديوم بوتاسيوم ايون تشانل. الادرينوسيبتر they are divided into also subtypes الفا الفا 1 والفا 2. اغلب الاماكن الموجود عليها الالفا ريسبتر السموث ماسلز البري سينابتيك نيرف تيرمينال، مهمه هاي البريسينابتيك نيرف تيرمينال keeps it in mind عشان
هلا رح احكي لكم بالفيدباك ريجوليشن ليش مهمه. بلاد بليتلت فات سيل لايبوسايتس يعني موجود فيه عليها الالفا ريسبتورز وبالنيرونز الموجوده within the brain. وهدول الالفا ريسبتورز they activate different they are G protein coupled receptor and they activate different G protein receptor G protein sorry لأنهم هما G protein coupled they activate different G protein يعني ممكن they activate the GI the GS the GQ حسب المكان location لل receptor والreceptor فعلا الموجود عندي مش بس اللوكيشن تاعه يعني هو ألفا ولا ألفا 1 ولا ألفا 2 وين مكانه فرح يختلف معي شو G protein رح يصير له activation. البيتا ريسبتر they are mostly located على السموث مسل كاردياك مسل البري سينابتيك نيرفز لايبوسايتس كمان بالبرين الديفيجن لهم زي ما حكيت لكم بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 وكمان هدول جي بروتين كابلد. الدوبامين ريسبتر صنفناهم هون لحالهم هم سب كلاس من الادرينوسبتر بس لهم different distribution and function. تمام؟ الدوبامين ريسبتر are especially important بالرينال والسبلانينيك vessels. سبلانينيك vessels زي ما حكيت لكم الفيسلز اللي واصلة على الانترنال organs الجي اي البانكرياس and so on وكمان بالبرين. في عندي at least 5 subtypes من الدوبامين ريسبترز D1, D2 and so on. D1 appears to be the most important dopamine receptor on the periphery effector cell. يعني راح تلاقوا الدوبامين 1 بالعادة موجود بين نيرف وإفكتر سيل. D2 receptor are found on the presynaptic nerve terminal. D1 D2 and other types of dopamine receptor they can also occur بالCNS. كمان بيكونوا موجودين بالCNS. وجين هذا التقسيم للألفا البيتا والدوبامين ريسبتر اللي هم نصنفهم كلهم تحت الأدرينوسبترز. طيب هذا الجدول كمان للحفظ بس ليش؟ لأنه أوريدي هو نفس الجدول اللي حكينا عنه قبل. أوكي؟ الإضافة عليه إذا أنتم متذكرين الجي بروتين أكتيفيشن راح تعرفوا إيش الإفكت راح تصير عندي بسبب البايندينج فهو اسهل اللي دارس الشابتر الاول وعارف ايش الجي بروتين اللي بصير له اكتيفيشن وايش الافكت اللي بتصير عندي لحاله راح يعرف مثلا انه الماسكرينيك ام 1 راح يعمل لي فورميشن للاي بي 3 والداي اسيل جليسرول. اوكي فحسب الجي بروتين اللي عم بصير له اكتيفيشن راح اشوف الافكت وهذا اللوكيشن لهاي الريسبتورز كمان لازم تعرفوه كمان رح بالوقت رح يعني شوي شوي تصيروا تحفظوهم. اوكي بس مثلا يعني لو قلت لكم من محاضرة اليوم بالهارت اذا عم بحكي عن ادرينوسبتر which type of receptor موجود عندي ايش نوعهم لقطوا اشي من اليوم بالهارت ايش موجود عندي ريسبتر يلا يا نادين بيتا ريسبتر البيتا منهم صح البيتا 1 و 2 موجودين بالهارت ومن الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم او من الكونسبتر كولينرجيك ريسبتر يعني موجود عندي الام 2 بالهارت متذكرين لما حكينا اسيليريت وديسيليريت والام 2 كان اكتيفيشن بيعمل لي ديسيليريشن فالام 2 موجود كمان بالهارت فهذا الجدول كمان للحفظ. اوكي رح نعمل فيهم كويز عشان تحفظوهم اول باول الجوداوي اللي حالهم اللي لهم حفظ ضروري انكم تحفظوهم والتايم زي ما حكيت لكم رح تحفظوا لحالكم يعني بس you have to start memorizing كمان
طيب signs of autonomic drugs، الدرجز اللي ممكن أعطيها تشتغل على autonomic nervous system، وين ممكن تشتغل؟ different sites، ممكن تشتغل بال CNS center، okay. ممكن تشتغل بالجانجليا، ممكن تشتغل على البوست جانجليوليك نيرف تيرمينال، ممكن تشتغل على الإفكتر سيل ريسبتر، أو ممكن تشتغل هاي الدرجز على الميكانيزم المسؤولة بالسينثيسيس ترانسميتر، يعني تشتغل على إنزيم بصنع لي الأستايل كولين تعمل له إنهيبيشن، فهاي طريقة إني أتحكم بالسينثيسيس الأستايل كولين، بالستورج، بالريليفز، بالترمينيشن أوف أكشن عن طريق الميتابولايزنج إنزيم، كل هاي السايتس ممكن تشتغل عليها الدرجز لأنها ممكن تأثر على الأتوميك نيرفس سيستم من خلال يا أما تصنيع ستوريج ريليز أو ترمينيشن أوف أكشن، أو أكشن عم تشتغل على نفس الريسبترز اللي بيشتغل عليها الترانسميترز النيورو ترانسميتر، سواء كانت تشتغل على الباراسيمباثيك أو على السيمباثيك نيرفس سيستم. مثال يعني أنا لو بدي أعمل أوقف الأفكت للنور إبنفرين، للنور إبنفرين بالهارت، إيش بدي أعمل؟ مثلاً بدي أوقف الإفكت للنور إبنفرين بالهارت، إيش بدي أعمل؟ دكتورة شو السؤال؟ إذا بدي أوقف الإفكت للنور إبنفرين بالهارت إيش ممكن أسوي؟ إيش ممكن أعمل؟ أسهل إشي ممكن أعمله، النور إبنفرين وين بده يشتغل؟ يلا يا أحمد. دكتورة ممكن أعطي أنتاغونست على البيكرس؟ ممتاز 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 يس. فأنا من أسهل الأشياء أكشن اللي نعملها أنه نعطي فور إكزامبل أنتاغونست تشتغل على نفس الريسبتر، أوكي، على نفس الريسبتر. فالنور إبنفرين بالهارت بيشتغل على البيتا ريسبتر، فأنا إذا بدي أوقف الأكشن للنور إبنفرين بعطي إيش؟ أنتاغونست، بربط على الريسبتر وبمنع ارتباط النور إبنفرين. هاي الإفكت اللي حكيناها اللي تشتغل على الريسبترز، هاي هي الموست سيلكتيف، the most selective effect is achieved by drugs acting على الريسبتر that mediate very selective action. يعني إذا بعض الدرجز تشتغل على الإفكتر سيلز على الريسبترز نفسهم، هيك أنا I'm very selective. أما إذا أعطيت الدرجز تشتغل على for example على الجانجليون، على النيكوتينيك ريسبترز الموجودة بالجانجليون، أنا I'm not selective، صح؟ لأني عم بأثر على النيكوتينيك ريسبتر كلياتها اللي موجودة بالجانجليون، سواء باراسيمباثيك ولا سيمباثيك، صح؟ فكل ما قربنا من الإفكتر سيل كل ما كنت مور سيلكتيف. هذا جدول بس عم بوريكم، هذا جدول مو للحفظ، أوكي؟ هذا الجدول عم بوريكم وين ممكن تشتغل الدرجز، أوكي؟ وأمثلة على دراجز تشتغل بهاي الطريقة، مثلاً إني أوقف الريليز للنيورو ترانزميتر، أوقف الستورج للنيورو ترانزميتر معين، السينتسيز، أمنع السينتسيز للنيورو ترانزميتر، أوكي؟ أعمل أكتيفيشن للريسبتر أو أعمل له بلوك حسب نوع الدراج اللي بعطيه، إذا عم بيشتغل زي النيورو ترانزميتر استاعتي، إذا عم بيشتغل زي فور إكزامبل النور إبنفرين والإبنفرين هذا الدراج، فراح يعطيني إفكت مماثلة لأنه راح يشتغل as agonist، صح؟ وإذا أعطيت إشي يعمل لي بلوك راح يشتغل as antagonist. الانأكتيفيشن للإنزيمز، كلهم هدول الأدوية راح نحكي عنهم لما نحكي عن chapter chapter للأدينيرجيك والكولينيرجيك ريسبترز وذير أكتيفيترز and their antagonist، okay؟ فهذا مو للحفظ، بس اعرفوا إنه في عندي effects ممكن تشتغل عليها الدراج processes. يعني بنبلش من وقت السينثيسيس والاكشن potential propagation through النيرف لا حديت ما يصير عندي termination of action لهذا النيوروترانسميتر من خلال metabolizing enzyme. كل هدول they are targets، يعني target لإلي أنا as scientist إني أصنع drugs تشتغل على هاي ال processes. وقلنا الموست سيلكتيف هو اللي بيشتغل على موستلي على الريسبتورز الموجوده بالافكتور سيل، لانه هيك ام بكون مور سيلكتيف،
ما عم بسبب انه يصير عندي اوف تارجت افكت سايد افكتس، يعني بتقل احتماليه السايد افكتس. طيب انا كنت صراحه ناويه نحكي عن الانتجريشن اليوم بس راح اوقف، تمام نكمل محاضره الاحد، بس بدي احكي لكم شغله عن الانتجريشن عشان نبلش من عندها يوم الاحد ان شاء الله. في عندي إشي بنسميه functional integration للautonomic nervous system، بمعنى أنا بدي أحافظ بجسمي على homeostasis، صح؟ بدي أحافظ على balance معين، أكون stable مستقر، الinternal body يكون إيش ماله stable، صح؟ فأنا في عندي integration بين autonomic nervous system سواء parasympathetic والsympathetic، بتحكم في أشياء كتيرة. يعني من ناحية for example، إذا أنا صار عندي over activation للsympathetic nervous system بصير عندي negative feedback لهذا السيستم عشان إيش؟ أرجع للبالانس. فusually كل الintegration، إمتى ما حكينا كلمة integration في الautonomic nervous system عم نحكي دائما عن negative feedback mechanism، mostly عم نحكي عن negative feedback mechanism. صار عندي over stimulation للsystem، فهذا الـ overstimulation والفيدباك إنه خفف لي signals through this system الموجود عندي اللي صار له إيش؟ overstimulation. رح نحكي عنهم in details. هم في عندي إشي اسمه central integration وفي عندي local integration وفي عندي كمان integration على الـ postsynaptic receptor وعلى presynaptic receptor، رح نحكي عنهم in details المرة الجاية. تمام، انا رفعت لكم التشابتر هاد على الموديول، المفروض كان صراحه ينزل لكم من يوم الخميس بس مش عارفه ليه ما كان موجود. انا نزلته بس اليوم لما دخلت على المودل ما لقيته، فما مش عارفه ايش المشكله كانت، فرفعت لكم اياه. بس انتبهوا على شغله، لاني رفعت لكم الموجود عندي على اللابتوب، اللي نزل اللي المفروض انزل لكم اياه هو المور ابديتد وان. اوكي المور ابديتد، فهون على السيمباثيتك بهاي الرسمة على السيمباثيتك اكتيفيشن بالرينال باسكولار سموث مسل، مش بس الدوبامين موجود عندي، كمان كان عندي النور ابنفرين. تمام، وهون كمان برجع بنزل، يعني برجع بنزل لكم الرسمة على على المودل ان شاء الله. فهاي الرسمة مش updated. دكتورة موجود؟ أنا استحب سحب، ما بعرف أنا ما لما دخلت ما لقيته موجود فرجعت نزلت لكم إياه. أوكي على كل الأحوال. طيب في أي سؤال لحديت هون لقبل الانتجريشن؟ بليز ارجعوا اسمعوا المحاضرة، ارجعوا احفظوا، بلشوا احفظوا بالإفكتس، هذا أهم إشي بيهمني الصراحة، الإفكتس والريسبترز اللي عم بصير لها اكتيفيشن. تمام؟ أكتر إشي بيهمني بالمحاضرة تاعت اليوم إنكم تكونوا عارفين الإفكتس والريسبتر اللي بصير لها اكتيفيشن والتايم راح تحفظوهم، بس بلشوا من هلأ. في أي سؤال لحديت هون لحديت محاضرتنا اليوم؟ بليز إذا في أي أسئلة على المحاضرة اليوم أو محاضرة يوم الخميس اسألوا. تفضل يا يعقوب. لا دكتور بس كنت أسأل عن شابتر 2 إذا في مجال تشتغل بعد إذنك، قلت لي أنت الساعة المكتبية. بالساعات المكتبية أنا رفعت لكم إياهم، أنا صراحة مش متذكرتهم، فأنت بس ابعت لي وقت الساعة المكتبية يعني خلال الأسبوع. يعني فيش مجال هسه بعد إذنك؟ لا والله لا، لأنه يعني أنا الصراحة حتى هاي الساعة أني أعطيكم إياها وأحللكم الكويز عشانكم بصراحة، عشان نكون مرتاحين خلال الشرح الأسبوع الجاي، يعني مضطرة صراحة أني أطلع هلأ. الله يجزيك الخير بس إذا دكتورة، بس إذا عندكم أسئلة على هذا الشابتر we can go through them هلأ، أما أي شيء تاني لأنه رح أرجع to build up من أول وجديد يعني. طيب مدام ما في أسئلة يعطيكم العافية، بنكمل إن شاء الله يوم الأحد. يعطيك العافية دكتورة.